السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المرور تتخذ إجراءات بحق السيارات التي تطلق صوتا عاليا. أعلنت مديرية المرور العامة اتخاذ إجراءات بحق السيارات التي تحدث أصواتا عالية، وقال المتحدث باسم مديرية المرور العميد زياد القيسي في بيان أن مفارز المرور في قاطعي الكرخ والرصافة وبناء على توجيهات وزير الداخلية ومدير المرور العامة اتخذت إجراءات بحق أصحاب السيارات التي تحدث صوتا عاليا داخل الأحياء السكنية والتشديد عليها، ولفت إلى أن هذه الإجراءات شملت السيارات التي قام أصحابها بخرق العادم أي الصالنصة، وليست السيارات الرياضية التي محركها فوق 5700 هي من الأساس تحمل صوتا عاليا ولا يمكن محاسبتها. وأشار إلى أن التشديد شمل السيارات الرياضية التي قام أصحابها بتحوير العادم الصالنصة أو ثقبها، مبينا أن الإجراءات شملت حجز السيارة وغرامة وإزالة التجاوز من السيارة.